إذاعة سلطنة عمان. ونحن نؤمن دائما بأهمية تعدد الآراء والأفكار وعدم مصادرة الفكر، لأن في ذلك دليلا على قوة المجتمع وعلى قدرته على الاستفادة من هذه الآراء والأفكار بما يخدم تطلعاته إلى مستقبل أفضل وحياة أسعد وأجمل. البث المباشر، مواضيع مختلفة على بساط الحوار. نحن معكم وعلى الهواء مباشرة ومع برنامج البث المباشر. البث المباشر. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد، حلقة جديدة معكم وموضوع جديد على بساط البحث في البث المباشر. نتمنى أن تكونوا معنا كالعادة مستمعين وأيضا مشاركين في الموضوع المطروح في هذه الحلقة. هذه تحيات فريق البرنامج لهذا اليوم: تماظر الوهابية، خالد الحجري، عبد الله البلوشي، أنس المشيفري. هذه تحياتي أنا خالد الزجالي، في الإخراج خالد أولى الثاني. للتواصل مع برنامج البث المباشر يرجى الاتصال على الأرقام التالية: 24602794 أو 24692666. البث المباشر. كما يمكنكم التواصل على صفحتنا عبر تويتر @مباشر راديو @مباشر راديو. البث المباشر. البث المباشر، منكم أقرب. أقرب. البث المباشر، منكم أقرب. البث المباشر، منكم أقرب. مرحبا بكم جميعا، حلقة اليوم من البث المباشر. موضوعنا: ما منروح بعيد، في مسقط، العاصمة الرائعة العامرة، ونروح إلى قلب مسقط، إلى مكان ربما يعرف الكثير من الناس، مكان قديم وكان يوم من الأيام فعلا نموذج، وادي عدي. اليوم بين العشوائية وسوء التخطيط المتبع، خلينا ندخل مو بس في الشارع ونحن ربما رايحين إلى العامرات أو المناطق الأخرى أو قادمين من العامرات إلى قلب مسقط، لا خلينا ندخل. إيش ممكن نشوف؟ فعلا نلاحظ في عشوائية، في مباني قديمة متهالكة، في اليوم شيء من التجديد لكن لعدم الترتيب واضح الحقيقة. وانت تدخل إلى وادي عدي، إيقاف بعض مشاريع رصف الطرق، مفترض أن تكون هناك طرق معدة خصيصا وتحديدا الطرق الداخلية لوادي عدي. نتكلم عن بعض المنازل، وهذه حتى في مكالمة سابقة تكلم واحد من الأخوة الأعزاء، معظم أو كثير اليوم من منازل وادي عدي تحولت إلى بيوت للإيجار. ما عليه، بيوت للإيجار تمام، لكن خلينا ندخل في التفاصيل. أساساً في الأحياء السكنية هكذا، وأنا بتأكد من هذا الموضوع، في قرار يمنع الأجار للعزاب.
شوفوا من اللي موجودين في هذه البيوت، وكل بيت كم فيه، وإذا دخلنا إلى البيت نشوف في الغرفة كم شخص موجود في هذه الغرفة. إذا بيت فيه غرفتين أو ثلاث غرف، تخيل بس، شوفوا الصباح، روحوا رصدوا من بعيد كذا، شوفوا كم شخص يطلع من البيت. هذا موضوع. الموضوع الآخر اليوم، أي حد يدور كفيلة، ربما خلي بس يتجول هناك في وادي عدي يشوفه هناك، واللي ربما أيضا مغيب مضيع شغالة أيضا ممكن يلاقيها هناك، حتى إذا مضيع تلفونك أو مضيع بعض الأشياء ممكن تلاقيها هناك. مع الأسف هذا واقع. مخدرات، تبون نتكلم واقع ولا نجمل الواقع؟ واقع، نعم، وهذه أشياء مرصودة. بعض البيوت تحولت إلى هكذا أوكار مع الأسف، وهذا في قلب مسقط، في مكان يوم من الأيام فعلا كان نموذج. طيب، هل في إشكالية؟ كل الإشكالية فيه، يعني في نداءات من مجموعة من الأخوان الساكنين لأي ظرف من الظروف. اليوم عوائلنا، أسرنا، أهلنا موجودين هناك في هذه الأماكن، في مكانهم، في بيوتهم، منزعجين من هذه المسألة بشكل أو بآخر. احنا عندنا تفاصيل، والشباب راحوا صوت وصورة. الصور ربما اليوم المتابع على موقع البث المباشر على تويتر يلاحظ بعض الصور، هذه بعض الصور، والتقينا بمجموعة من الناس. شكرا طبعا لعبد الله، لأنس، لخالد، لتماذر، كل الشباب الرائعين الحقيقة مع مثل هذه المواضيع ومثل هذا الطرح. فعندنا مشاكل كثيرة هنا في المنطقة، مثلا الصرف الصحي هذا صار له يمكن فوق 7 سنوات أو 8 سنوات بعد العمل ما مكتمل، وعنا عزابية وعنا أجانب يعني بالكثرة. حتى أنا جيراني كمين بيت، ما 6-7 بيوت يمكن عزابية، وفيهم حد منهم عوائل، لكن يوم بيجي يوم الجمعة عاد ما تعرف ناس من وين يدخل من وين يطلع. أجانب حد منهم يمكن شاردين من كفيلهم وطالعين برا، وكل واحد لو بيجي يعني من جهة مختصة، من جهة حكومية، حد بيراقبهم يعني رقابة، ترى بيمسكوا بالهبل. ما إنه بس الحمرية، الوادي عدي من بدايته لغاية نهايته ما كثرة فيها أجانب، فيها ما فيها مواطنين. وصرف الصحي والله سوالنا زحمة واجد بالكثير. صباح إذا باص دخل مع المدرسة بيشيل طلاب أو طالبات حال مدرسة، بتحصل الطريق والسكيك واقفة، هو ما عنده موقف علشان يوقف يعطي سيد حال سيارات الثانية يمر، ماشي ما يمر إلا الباصات كلهم يمروا، وبعدين سيارات ناس يتأخروا في دواماتهم. إذا عندك عطل مطافي ولا شيء ولا حريق، مطافي ما يقدر يدخل بهذه السرعة أو الإسعاف، وسكيك ضيقة، وعندنا مشاكل يعني كثيرة في وادي عدي. والله ينزل مطر هذا السكيك كله يترسل الماي، كله السكيك. أنا أيام الجون وإذا أنا أكلم أنا كان لغاية الركبة هني كان ماي في بيتي، أنا ما في بيتي أنا وبس، كل البيوت هذه اللي أبو قديمة، وأغلبية البيوت في وادي عدي ما المربع، سقف مربع، يعني بيوت تقطرن وماي تتجمع وما تقدر تمشي. وإذا واحد عنده مريض هذاك اليوم ما يقدر يمر بالمريض، يعني صعبة واجد صعبة. طبعا أنا ساكنة في منطقة وادي عدي، يعني وادي عدي صح واجد يعني زحمة، واجد زحمة. أول حاجة يعني سويوا مثلا يسكنوا هنود معانا، يعني مش ما احنا نسكن في البيت، عوائل واجد يعني نفس المنطقة، عزابين واجد ساكنين معانا، ما صحيح هذا الشيء. والثانيين يعني قيم على ذا ما صحي ما عفيش كذي، يعني لعوزوا البيوت ولعوزوا ما أدري ويش وحشاكم وكرمكم حمامات ما أدري ويش كل شيء تلعوزنا يعني واجد صراحة في هذه الأشياء، يعني واجد زعاق صراحة في منطقة وادي عدي. لما يكون أمطار قي صراحة تلعوز واجد،
بيوتنا يعني واجد، ما بس بيتنا نحن يعني، بيوتهم يقطر وبيوتهم يعني واجد خربانات، ما ادري ايش الوادي ما ادري ايش يدخل في الماي، والبيوت يعني منطقه ضيقه جدا جدا ضيقه، عندنا سكيك واجد ومنطقتنا ضيقه واجد، خاصه يوم يجي امطار سبحان الله استوى حريق ما حد يعلم، ليل نص الليل استوى ما حريق، استوى ما انسان مرض ولا حاجه، كيف واحد هذاك المريض يشلوه وكل السيايير ومسمى واجد صلاح الزحمه في وادي عدي، مخدرات يعني واجد في وادي عدي، اطفال صغار عندنا يعني واحد ولد صغير تو طالع من الدنيا يسوي ذي الحاجات، يعني حرام كذاك، كيف واحد يعني يربي ولده كذاك ما زين كذاك، نحن نريد يعني هذا الشيء اللي يبيعوه نريد يكون يمنعوهم باتن، بيضيع مستقبله بيضيع هذا، كيف يمشي اموره؟ نحن بنمنعهم ذيل اللي ما عندهم مثلا جوازات مثلا يدخلوا كاك مع 3 شهور يجيوا يقسوا سنين ما يروحوا، هم ذيل يجيبوا مناك من برا يقسوا يبيعوا، يعني هذا غير صحيح. هذول الناس اللي موجودين هناك مواطنين اصحاب المكان في وادي عدي، مخدرات اخر شيء تتكلم عنها وتتكلم بمراره عن هذا الموضوع، المتسللين سبب من الاسباب، امطار زحمه سيك ضيقه، الصرف الصحي العماله الوافده، كلها امور محتاجه الى معالجه. ضيفنا المقدم خميس الغافري قيادة محافظة مسقط شرطة عمان السلطانية. مقدم خميس مساء الخير. مساك الله بالنور محمد. أهلا وسهلا بك. وعندنا الأستاذ سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية وزارة القوى العاملة. مساء سالم مساء الخير. مساء النور أخي خالد، وشكرا جزيلا على إتاحة الفرصة لنا للحديث حول هذا الموضوع الهام من خلال هذا البرنامج الهادف. بارك الله فيك، وسيكون معنا في وقت لاحق إن شاء الله من خلال الهاتف الأستاذ المهندس سالم الربخي مدير الاتصال المؤسسي الشركة العمانية للصرف الصحي حياة للمياه، وبيكون معنا أيضا المهندس عبد الباقي بن عبد الله اليافعي مدير عام التخطيط المدن والمساحة، وأيضا في تواصل عبد القوي، نعم أستاذ عبد القوي بيكون موجود معنا. نبدأ بمتسللين وإقامة ما صحيحة و غيرها من هذه الأمور، كيف تنظر الشرطة لهذا الموضوع مقدم خميس الغافري؟ الأخ خالد، بداية أشكركم على إتاحة الفرصة للمشاركة في هذا البرنامج. فيما يتعلق في منطقة وادي عدي، حقيقة أنه هذه المنطقة مثل ما يعلم الجميع بأنها مهولة بالسكان من العمالة الوافدة، وهو في الحقيقة يعني الآن نحن نتحدث عن منطقة واحدة، لكن هذه العمالة الوافدة منتشرة في عموم محافظة مسقط يعني، وفي يعني وفي بقية المحافظة وفي على مستوى السلطنة، لكن بما نعم. بحكم الآن نحن نتحدث عن مسقط، عن مسقط نعم. نحن نطلق عليها بؤر حقيقة، هذه بؤر موجودة في محافظة مسقط ومنتشرة موجودة يعني. لما تجي على ولاية السيب في أكثر من موقع موجود يعني، لكن بحكم أنه وادي عدي منطقة صارت قديمة ومأهولة بالعمال الوافدة، وأيضا صار انتشار العادات السيئة مثل ما تفضلتوا في بداية البرنامج، وأكدوا على المواطنين، وأكدوا على المواطنين نحن نعم. نتفق معهم في هذا الجانب يعني، متفقين حقيقة في هذا الجانب، ويعود لعدة أسباب. أول شيء أنه المنطقة تتسم بالتخطيط القديم، وهذه النقطة لابد أن تراعي يعني في بداية السبعينيات لحد اليوم ما صار في إضافات، صحيح المنازل أيضا قديمة، أتفق معك، وهذا أيضا أشياء ساهمت وساعدت في انتشار العمالة الوافدة الهاربة، سواء كان متسللة أو الهاربة من الكفلة. الشيء الآخر رخص الإيجارات، رخص المكان، فأصبحت تلجأ يعني هذه العمالة الوافدة من مناطق السلطنة تجي ومن كل مكان تجي وتسكن داخل هذه المنازل لرخص القيمة بداية. طيب نعم. نتفق جميعا، وهذا الآن حضرتك صحيح. تتفق أن في إشكالية، في إشكالية وسميتها بؤرة، بؤرة. صحيح؟, صحيح. طيب نظل، وأنا متأكد، لا هل نظل نراقب لا. من بعيد عدم التدخل، القضية أن مدينة قديمة رخيصة وغيرها من الأمور وتسبب لنا وتستفحل هذه المسألة؟ لا طبعا، نحن نتكلم الآن عن دور شرطة العمال السلطانية في هذا الجانب، يعني الشرطة لم تألو جهدها من بداية الأمر، مش من المنطقة هذه والمنطقة مناطق الأخرى يعني، مش حديث الواقع اليوم يعني، المواطنين يعرفوا أن الشرطة قامت وساهمت وتدخلت في أكثر
من مرة عبر السنوات الماضية يعني. نعم. وحن نتكلم من واقع أيضا يعني الممارسة من واقع عندنا إحصائيات في هذا الجانب، سواء كان عن طريق المداهمات وعن طريق التفتيش وعن طريق القبض وإلى آخره، هذه جهود شرطة من السلطية ملموسة في هذا الجانب يعني. ولكن المشكلة أنه مستمرة يعني، المشكلة ليش لا تبقى مسكة الشرطة كل الجهود رغم كل الجهود، رغم كل الجهود وما ذكرت الآن. أنا بعطيك مثال واحد بسيط يعني. لحنا الآن وش اسمه وعملنا نوع والمداهمة، وإحنا في العام الماضي شهر 9 عملنا مداهمة وتحصلنا على عدد جيد يعني من لكن ماذا بعد ذلك يعني؟ رجعوا مرة. هل الآن نحن كشرطة نظل موجودين يعني حراسة على هذه المنازل أو باستمرار تريدون يوميا يعني نعمل التفتيش هذا المستمر؟ بس إذا في مشكلة أنا وغيري أقول نعم. نعم. إذا في مشكلة وهذه المشكلة يعني تطلع منها مشاكل مثل ما تذكر الآن الأخت الكريمة والمواطنين، ومثل ما أيضا فريقنا كان صحيح. موجود في وادي عدي، مخدرات هل نستسلم ونسكت؟ لا. هل متسللين ونسكت؟ هل اليوم بيوت تدار للدعارة؟ آسف أنا بقول لك شيء، إحنا ما نستسلم في الموضوع، لكن أنا أريد أوصل نقطة أنه أيضا ليس دور الشرطة لوحده. أتفق معك. إذن الشرطة هناك في جهات أيضا حكومية، احنا ما نريد نتطرق الى 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 ادوارهم، احنا نريد نبرز ايضا دور شرطة عمان السلطانية في هذا الجانب، لكنه حقيقة انه الادوار مش كلها تنصب على الشرطة يعني. ادوار تكاملية واضح. ادوار انا اتفق معك. واحنا كيف معنا هذه الجهات اليوم معنا الشرطة ومعنا القوى العاملة ومدير عام الرعاية العمالي هو موجود، اذا عندك اشكالية اليوم بالعمالة السايبة صحيح او ما تسمى ما اعرف اللي من غير كفيل او المتسللين، هذه عملكم إشكالية في الشرطة اليوم. طيب نشوف الآن القوى العاملة كيف ممكن تراقب هذه المسألة، وكيف ممكن كعادتكم إيدكم بإيد الشرطة أو الجهات الأخرى للحد من مثل هذه القضايا. ونتكلم اليوم عن هذه الظاهرة وأن هذه الإشكالية في وادي عدي في قلب مسقط. شكرا جزيلا أخي خالد. بداية ينبغي أن نحدد اختصاصات ومسؤوليات كل جهة عن أخرى. تطرقنا في بداية البرنامج إلى تنظيم المساكن، تنظيم المجاري، تنظيم الإسكان. كما نعلم جميعا بأن سكنات العمال في الأحياء السكنية فهي مسألة تنظمها علاقة المؤجر بالمستأجر بما يخرج عن اختصاص وزارة القوى العاملة، أي تخضع لعقود إيجار وعقود إيجار تصدر بواسطة زملائنا المختصين في وزارة البلديات الإقليم البيئة أو بلدية مسقط. طيب. فمعنى مسألة الإيجار سواء لسكن العمال أو غيرهم يخرج عن اختصاص هذه الوزارة. أنت معك المخالفين جايين والمتسللين للمحاضرين ايه؟ للمخالفين ايه؟ إذن ينبغي علينا بداية أن نحدد اختصاص كل جهة ومسؤوليات كل جهة إلى أخرى. مسألة التفتيش، مسألة التفتيش قائمة بالتعاون بين وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية. حملات تفتيش مستمرة، لكن ليست العبرة كما ذكر المقدم خميس وذكرت أخي خالد قبل قليل بعملية المداهمة والضبط واتخاذ الإجراءات. المسألة لا زالت قائمة حتى الآن. على سبيل المثال العام الماضي قمنا بعدد من الحملات بالتنسيق بين زملائنا في شرطة عمان السلطانية والمختصين في الإدعاء العام، لأن كما تعلم بيوت وحرمات بيوت لا يمكن لنا الدخول بدون حصول على إذن من المختصين في الإدعاء العام للتفتيش. صحيح. وهذه عبارة عن مساكن خاصة استأجرها هذا العمال. لو سألتني من مسؤول عنها، أنا أقول شخصيا مسؤول المواطن نفسه. من سمح بتأجير هذه المساكن؟ من قام بتأجير هذه المساكن للعمال؟ من سمح بالإقامة لهؤلاء العمال؟ هو المواطن نفسه، هو المؤجر والمستأجر سواء العامل الوافد أو العامل العماني. وزارة القوى العاملة قامت خلال العام الماضي بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والإدعاء العام بعدد من الحملات التفتيشية، ضبطت من خلالها أكثر من 21 ألف عامل مخالف على مستوى كافة محافظات السلطنة، منهم 50% في محافظة مسقط. تحديدا إذا سألتني عن منطقة هذا المكان، عن هذا المكان إيه؟ العام الماضي عام 2014 تم تنفيذ أكثر من 5 حملات تفتيشية، ضبط من خلالها 327 عامل وافد فقط في مساكن وادي عدي. لكن هي العبرة مثل ما ذكر مقدم خميس، تضبط هؤلاء العمال
العمال تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية سواء بالترحيل أو بتصحيح الأوضاع، لكن تجد مرة ثانية تجد من يستأجر هذه المساكن. نعم. ونعود مسألة. طيب ما عليه إذا نحن أمام إشكالية معينة لابد أن نتوقف أمامها ونجلس ونراجع ربما أمورنا من جديد، معناته قضية المسك أو قضية المخالفة بعدها بكم يوم أو بكم شهر تعود الأمور كما كانت، وقضية أنه والله مواطن أيضا ما يعرف يأجر من يأجر بايع مخدرات ولا واحد ممكن يحول بيته إلى دعارة ولا غيره، أيضا المواطن ما بيكون حارس على بيته. أخي الكريم سيد سالم ممكن يكون ساكن في مكان بعيد عن هذا المكان، فإحنا كلنا شركاء دون أن نحمل أي جهة أو أي شخص مسؤولية ما يحدث اليوم في وادي عدين. ثق تماما أخي خالد، القوانين قائمة، بداية نؤكد فاعلة سواء من حيث العقوبات من كل الجهات، ولكن العبرة كما ذكرت بالمواطن نفسه الذي سمح لهؤلاء العمال سواء تجار مخدرات أو مسللين أو هاربين. طيب إذا حملنا نحمل جزء من المسؤولية ونتحمل جميعا مشكلة أو إشكالية ما يحدث اليوم في هذا المكان أو الأماكن متفقين الأخرى. متفقين تماما في هذا الجانب، ولكن أيضا للتأكيد في الوقت الراهن هناك حسب علمي هناك لجنة رأسها المختصين في وزارة البلديات الإقليمية والبيئة. هذه اللجنة وزارة البلديات والإقليمية والبيئة، هذه اللجنة مشكلة من عدد من جهات ذات الاختصاص تعنى بدراسة إجراءات وضوابط إسكان للقوى العاملة سواء العازبة أو أصحاب العوائل، وحسب علمي الآن الموضوع في مراحل متخذ في إجراءاته، ونأمل أن يتم أن يرى النور قريبا بإذن الله تعالى. نعم، احنا من خلال هذه الحلقة نتمنى هكذا الأمنية ان احنا ان شاء الله قبل نهايتها نضع النقاط على الحروف، نتفق جميعا هكذا الشرطة والآن وزارة القوى العاملة وكل من يزور هذا المكان نتفق جميعا ان في إشكالية. هل هذه الإشكالية تعيقنا جميعا من حلها؟ ما اعتقد نهائيا، محتاجين تكامل الأدوار وأن نضع خطة ربما مختلفة خلال الفترة القادمة. مقدم خميس، إذا أستاذ خالد إذا خلصت النوايا وتكاتفت الجهود بيكون في حلول إن شاء الله، والنوايا كلها إن شاء الله صادقة بأن يكون هذا المكان مثل ما نتمناه جميعا. أنا أتفق مع الأخ سالم بأنه الآن اليوم ترى لاحظت من اللي في الميدان موجود يعني في مكافحة هذه الآفة أو ضبط العمال السائبة أو المتسللة فقط الأخوة فريق التفتيش أو التابع لوزارة القوى العاملة. نعم. وطبعا بإسناد مباشر من شرطة العمال السلطاني. جميل، مقدمين كل هذه وهذا الجهتين هي اللي جالسة الآن في جميع المحافظات تشتغل على هذا الجانب. احنا مقدرين والمسؤوليات مشتركة اليوم، من ضمن مسؤولياتكم وجهدكم. ما نحمل اي المسؤولية لجهة اخرى او شيء، لكن اريد نقول انه مثلا مسألة السكن في وادي عدي، سكن وادي عدي هذا اصبح مثل ما تقول يعني الناس تركض له لرخص القيمة أساسا. فاحنا ما نقول أنه يعني يزيد الإيجارات أو الآخرة وكذا، لكن يكون في نوع من التنظيم من جانب الأخرى الجهات المعنية في العقود. مثل ما قال الأخ سالم الآن هذه المنازل أيضا حتى هي ما مؤهلة تكون أساسا للسكن. أحسنت، وذكروا هذا المواطنين وكيف هذا يكون تبرم فيها عقود إيجار أو يوافق عليها يعني وسط الأحياء السكنية وسط العوائل بالنسبة للناس العزابية. نعم، هذا جانب. إذن هذه رسالة، هذه رسالة إحنا ما نحدد. هذا جانب، إحنا كلنا شركاء في هذا الموضوع. هذا جانب آخر. إذا كان قال لك إذا أخي ما في عقود، إذن كيف المواطن أجر هذا الناس بدون عقود رسمية؟ نعم، هذه مخالفة، هذه مخالفة أخرى طبعا موجودة يعني. صحيح. فأقول لك في النهاية أن احنا جهود شرطة عمال السلطانية والقوى العاملة مستمرة ولا توقف أبدا، ثق تماما لا توقف إن شاء الله. نعم، ومستمرين سواء كان في عموم مسقط أو الأخوة في المحافظات في مكافحة هذه العمال السائبة
الآفات المنتجة عن الدعارة والمخدرات وإلى آخره، يعني هذه موجودة يعني مستمرة، المكافحة مستمرة أو مستمرة لحد. ونتمنى فعلا مثل ما ذكرت إحنا نخرج من هذه الحلقة بأجندة بخطة عمل ربما تكون مختلفة. من يشارك معنا اليوم سامع الحلقة ومعنا، ومن لم يسمع ربما تصل هذه الرسالة. نحن عتبنا عليكم شيء واحد يعني اسمحونا، يعني كنا نتمنى على الطاولة هذه يكون الأخوة من الجهات المعنية أيضا معنية مباشرة في المشكلة. إحنا من كم يوم نشتغل على هذا الموضوع وفعلا خاطبنا كل الجهات، من تقصده أو من لم تقصده مقدم خميس. أنا أتفق معك، إن شاء الله لو اجتمعنا 10 بس نوصل إلى حل معين لقضية اليوم تعانيها منطقة أو 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 مكان معين في قلب مسقط أو في أي مكان، وإحنا ما نتبع مثل هذه الأمور إن شاء الله من خلال برنامجنا خلال الحلقات القادمة سنصل. صالح العريمي، السلام عليكم، مساء الخير. مساء النور، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ صالح، أهلا وسهلا بك. حياك الله أستاذي خالد ومرحبا بضيوفك الكرام. تفضل، من أهالي المنطقة يا صالح؟ نعم، من أهالي منطقة وادي عدي. توجز لي من فضلك، تفضل. أنا حقيقة بغيت أرد على المقدم خميس الغافري من ناحية مسألة مكاشف مسقط، من ناحية مسألة العزاب والعمال وكذا والمخالفين. أنا أخشى نقطة واحدة، أنا حقيقة المقدمة كانت طيبة وأيضا تقول أنها يجب أن نخرج بحلول وكذا أو بفريق عمل. فإذا قلنا بدينا نقول إنه إحنا كلام إعلامي ونحن نقوم بكذا وجهود هذا إعلامي، مسألة إعلامية. لا ما في كلام يعني إعلامي، إحنا هنا على أرض الواقع نتكلم أخي الكريم. إحنا ما نطرح. الكل يعرف في معظم الجهات الحكومية إنه عندنا نحن في وادي عدي فريق مشكل من زمان من أهالي وادي عدي بالتعاون مع الجهات هذه. جيد. فريق قديم. فريق يراسل الجهات ويجتمع مع الجهات. إيش دور هذا الفريق أخ صالح؟ الفريق هذا يحصر كل مخالفات وكل مشاكل وكل معاناة أهالي وادي عدي. طيب أبرز ما رصدتوه؟ أبرز ما رصدناه قضية الأعمال الوافدة والتجارة المستترة وإيواء المتسللين وأشكال كافة أشكال المخالفات والدعارة. ورصدنا هذا وكتبنا رسائل والتقينا مع الجهات المختصة ونلتقي معهم دائما. نعم. الآن لما يقول المقدم خميس الغافري إنه نحن نقوم، نعم نقوم، لكن هو وتيرة ضعيفة وهزيلة. آخر مقابلة نحن التقينا مع العقيد محمد ربيع الهاشمي وكان يعني استقباله طيب جدا، واستدعى اللي هو مدير عام التحريات ومدير عام العمليات وأمرهم بالقيام بمداهمة وحثهم على هذا يعني. لكن من بعد التنفيذ وكل هذا العمل إلى أفراد، وهذا الأفراد يعني على مزاجهم راحوا عملوا يعني خطة مداهمة هزيلة تركزت في يمكن سكة وستتين. نحن عندنا 300 بيت، كيف تهاجم انت تداهم بيت او بيتين او 10 بيوت؟ متى كانت اخر مداهمة؟ مسألة اقناع عشان نقول ان احنا خلاص قمنا بدور. صالح العريمي، متى اخر مداهمة كانت؟ من شهرين او 3 اشهر. من شهرين، ما اذكر التاريخ. شهر 9. في شهر 9. لكن نحن بغينا من بعد هذا نشوف، يعني حصلنا وعود انه ما عليه نحن راح نعيد الكره، لكن صار هروب فيما بعد. صرنا نحن نركض وراهم عشان نعرف هل ممكن يتم هذا ولا لا، وبغينا نعرف ايش سبب تنفيذ مداهمه هزيله بهذا المستوى. طيب يعني ايش المنفعه من هذا؟ كيف لحظه شوي، كيف تسمى انت تنفذ مداهمه حقيقيه؟ ماذا تقصد بهزيله صالح العريمي؟ انا اقصد انه كان عندنا خطه كامله وجلسنا مع فريق التحريات واجتمعنا لمده شهرين يمكن او شهر، وكل يوم نراهم وعملنا خطه واتفقنا على عدد العناصر اللي بتداهم لازم يكون يعني متوازي مع المنطقه مع احكام المنافس. هذه كلها كان نعم كلام كله نعم، لكن في التنفيذ لم نجد شيء من هذا. طيب ايش اللي الان تتمناه؟ نحن نريد مره ثانيه نرجع معاهم ونشتغل معاهم ونعمل خطه، ونحن عندنا الخطه السابقه معاهم. طيب. والفريق اللي جلسنا معاهم مستعدين، نحن فقط نريد تنفيذ حقيقي جدي. جميل. ثانيا استاذ خالد، في نقطه معينه آمر. الان المقدم يقول انه نحن هذا المواطن هو سبب إيواء المتسللين، فلنفترض نعم المواطن سبب، أليس هو الآن شريك في هذا؟ ليش ما يستدعى؟ ليش ما يتم التحقيق معه؟ ليش ما يعاقب؟ ليش إنه أنا أعمل اليوم مداهمة وبكرة هو يسكن غيرهم؟ تقصد المواطن اللي أجر؟ المواطن نعم، المواطن اللي أجر. أيوة، أصبح شريك في الجريمة. إذا تم التحقيق معه مرتين هذا لن يعود مرة ثانية، ما راح يسكن أحد. ثانيا، في قرار مثل ما قلت من البلدية
قرار واضح بعدم إسكان خصوصا وادي عدي، وتم تقديم الإنذارات لكل البيوت هذه. البلدية تقاعست في حالة الملفات هذه للإدارة العام، حولت 50 ملف عشان يسكتوا الجماعة في وادي عدي، يقولون خلاص حولنا بعض الملفات، و250 ملف هناك جالسة في البلدية نايمة على أساس أنه لا يحولوهم للإدارة العام. فكيف يتم التنفيذ في هذه الحالة؟ هذه نقطة أخرى. طيب طيب طيب، عشان نتيح الفرصة أيضا للبقية، مقدم خميس هل محتاج تسأل سؤال أو غيره؟ أنا بعد أرد عليه بتر. شكرا جزيلا أخ صالح العريبي من أهالي الوادي عديد، تفضل مقدم خميس. بداية أنا أشكر الأخ صالح على مداخلته، وأريد أكد أن احنا أيضا ما نسعى للدور الإعلامي أو أنه نبرز جهودنا على أساس نقول نعم نعم، لكن هذه وقايع وهذا جهود للشرطة لابد أنها تبرز ولازم الكل يعرف عنها. يعني ما كنا نقصد بهذا، وكنت ما أتمنى عليك أن تقول لي يعني أن المداهمة اللي قامت قمنا فيها كانت هزيلة وكذا، لكن مع هذا نحن نتقبلك يعني نشكرك على ملاحظتك في النهاية. رجل لحرصة ما عندهم فريق أيضا أتوقع فريق جيد. نعم، هو المشكلة الفريق اللي عندهم، يعني إحنا يعني يمكن عندهم فريق معروف مع الجهات ومع الشرطة وقابلوا ربما أيضا ربما عندنا العقيل مساعد القائد، وبالتالي جلسوا أيضا مع الأخوة في التحريات وإلى آخره، لكنه خطة المداهمة الأخال تخضع لها إجراءات أمنية. نحن نأخذ المعلومات فقط من المواطنين لكن لا نشركهم داخل الخطة الأمنية يعني. نعم هذا اللي يكون واضح أول شيء. الشيء الآخر أنه لابد أن نتبع ذونات قضائية من الدعاء العام. نحن ليس يعني نروح انه بيوت الناس وندخل هكذا جزافا وكذا، نتيجه بلاغ دون تاكد او ربما يكون ناخذ ارقام المنازل وناخذ اذنات قضائيه، وبالتالي نروح ايضا في نظام وفي ايضا تقييد قانوني، وبالتالي يكون تبعد القانون احنا في حل منها يعني دارسينها بشكل جيد يعني. نعم. هذا جانب. النقطه الاخيره، هم قالوا انه يريدوا عندهم 300 بيت. طيب اخي انتم عندكم 300 بيت، لكن المعلومات اللي لما وصلنا على المنازل بعض المنازل هذه المعلومات تسربت. كيف تسربت المعلومات هذه الى كيف وصلت الى هناك الى العمال الوافد؟ الى العمال خلينا نتكلم واقعيا. ما حصلنا احد، داهمته وما في حد، ما حصلنا احد. فهمت الفكره يعني؟ ما حصلنا من وين راحت المعلومه؟ الشرطه سربت المعلومه يعني؟ لا احنا ايضا ما نقول المواطن. نعم، لا يحسب المواطن الاخ صالح انه والله المقدم قال كذا، لا اكيد لا. انا اتكلم أكيد عن انه المعلومه تتسرب بعض ووصلت الى هناك. هذا جانب. الجانب الاخر، احنا ايضا نستهدف كشرطه نستهدف عدد معين، لانه في المقابل منطقه وادي عدي منطقه كبيره. يعني ما انا بجي ما بهذاك الكبر مقدم خميس يعني كبير ممكن السيطره عليها. لا هي ممكن السيطره عليها. إيه لكن بكبر الناس بكثره الناس اللي موجودين داخل. إيه ربما. إيه صحيح، المنطقه هذه محيطه بالجبال ومحيطه مفتوحه والاخر. نعم يعني نعم، محتاجين الى قوه اكثر، محتاجين الى يعني دعم اكثر. فلا يتوقع منا احنا ناخذ 300 بيت او 500 بيت في 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 يوم في يوم في واحد. يوم محتاج لخطه لا محتاجين الى وقت اصلا. الوقت احنا ما يكفينا. انت تصور، شوف شو واحد شباب الى حد الساعه 1 بالليل الساعه 2 بالليل الناس لا زالت فاتحه ابوابها والمحلات شغاله في وادي عدي، صح؟ الى الساعه كم؟ الساعه 1 بالليل. 1 بالليل 1 بالليل 2 بالليل. اذا بدأت تشتغل من بعد الساعه 2 بالليل او 3 او 3 عندك صلاة الفجر الساعة كم؟ عندك ساعتين أو ثلاث ساعات أي تقريبا. فالمجمل أنت تشتغل في حدود ساعتين جالس تشتغل في ساعتين وثلاث ساعات فقط يعني. أو ساعتين ونص، لأنه عندك أيضا الصباح بيصبح والناس يعني بتحتاج تروح إلى أعمالها والمرة ولا كذا. دعنا أكمل لك، إنه في عندنا أيضا القوات لازم يكون تنسحها ولازم يكون مقبوض عليها. بس مع هذا كله، مع كل هذا الجهد، احنا محتاجين فعلا الى خطة قادمة ربما تكون مختلفة. مقدم خميس، مع كل هذه الجهود انا مقدرها مع المستمع الكريم، وعارفين جهدكم وجهد الجهات الاخرى، لكن اليوم ما عملنا هذه الحلقة الا فعلا في اشكالية معينة، الا في نداء استغاثة من مجموعة من المواطنين اللي لا زالوا موجودين في بيوتهم مع أسرهم مع عوائلهم. صح. هذه إشكالية بالنسبة لهم. سوء التخطيط أنا ما أعرف، أنت شفت المنطقة قريب؟ أيوة. مخططة تخطيط صحيح؟ لا، ما مخططة، محتاجة إلى إعادة نظر في قضية التخطيط. نحن هذه المناطق أستاذ خالد يوميا نمر عليها ونروح لها ونجيها يعني. نعم. ما, ما, ما بحكم أن ساكنين أنت، وحتى في دخولكم أو مداهمتكم سبب لكم يعني إشكالية؟ يعني واحد من الأخوان أو واحدة من الأخوات تقول لو لا قدر الله صار حريق هناك سيارة المطافي
يعني عندها إشكالية لحد ما تصل إلى ربما المكان. الطرقات أو السكك ما تتعدى 5 متر. نعم. يعني أيضا السيارات الكبيرة مع الدفاع المدني ما تتسع. بالضبط. أنت ما تقدر تنتشر انتشار اللي هو السريع في هذاك المكان. نعم. المهندس عبد القوي بن عبد الله اليافعي وزارة الإسكان مدير عام التخطيط المدن والمساحة. أستاذ عبد القوي مساء الخير. مساك الله بالنور أخي خالد. كيف حالكم؟ مرحبا. كنا نتمناك تكون موجود معنا هنا وتشارك هذه الوجوه الطيبة هذا اللقاء. وأنا كذلك أتمنى أن أكون لكن ظروف العمل مقدرين. مقدرين. وادي عدي أستاذي الكريم وادي عدي. نعم. قلب مسقط تعاني هكذا الزائر لا يقول سوء تخطيط وعشوائية في هذا المكان. كيف تتابع وكيف تراقب وزارة الإسكان هذا الوضع؟ شكرا أخي خالد على هذه الفرصة وإتاحة التحدث وأشكر أخواني الضيوف الحاضرين معك في الاستوديو. بارك الله فيك. كان ودي أن أكون معكم ولكن الظروف العمل ما سمحت. تشريف يا أستاذ. أخي خالد كما الله يشرف مقدار الدنيا وآخرة. أخي خالد كما تعلمون أن مخطط وادي عدي من المخططات القديمة اللي عدت في نهاية السبعينات بداية الثمانينات. وكان في ذيك الظروف على أساس أن كانت الوزارة والجهات في ذيك الفترة أن يحركون المواطنين من 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 روي ومن مطرح في اتجاه المناطق العمرانية الجديدة. إيه. ولما عد المخططات في ذيك الفترة ما كانت بالإمكانيات المتاحة الحالية. نعم. فعدت منطقة يعني مثل وادي عدي أكثر من 1000 قطعة في مساحات بسيطة تتراوح ما بين 160 إلى 200 متر مربع. صعب 160 واحد يعيش في 160. أيوة تلاحظ المخططات في روي في مطرح في بعض المخططات القديمة. حتى الخوير في فترة من الفترات خوير. أيوة. القديمة نفس. أيوة. الحكاية. نعم. نعم. نعم نعم. ولكن في ذيك الفترة أعدت هذه المخططات لأن كانت المنطقة مفتوحة غير مكتظة بالعمران لا يوجد زحف عمراني حتى الشارع جار وادي عدي كما يعلمون الأخوة الموجودين حاليا. أن الشارع كان مفتوح وما كان في ذاك الزحف العمراني لكن في الوقت الراهن اختلف الوزن يعني اختلف الأمر صار الزحف العمراني أتت الطرق الحركة المرورية زيادة البشر وهذا هذا وضع يعني طبيعي يعني من يخطط ما يخطط. أيوة. لبكرة مهندس عبد القوي أنت رجل يعني من الناس المشهود. أيوة. لهم بهذا الموضوع ما ممكن أخطط لسنة ولا لست شهور ولا لسنتين. نعم. لهذا السبب احنا مخططاتنا استراتيجيه لمده 40-50 سنة قادمه يعني المخططات الحديثه. ولكن لما نتكلم عن المخططات القديمه اخي محمد لو تلاحظ ان هذه المخططات اتت في ذيك الفتره والوزاره تتابعت هذه المواضيع لان هذه المناطق قديمه وحتى نظام الطرق ونظام السكيك ضيقه جدا في هذيك المناطق. طيب هذا وضع تتكلم عنه اليوم احنا امام اشكاليه استاذ عبد الخوي. نعم. يعني نعم. ما هو تدخل وزاره الاسكان الان؟ يعني الناس تشتكي من سوء تخطيط الطرقات ضيقه المساحات الامر صعب يعني في 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 هذا المكان وفي هذا الموقع فصارت لنا اشكاليه المتسللين ما نجدهم الا هناك مخدرات هناك دعاره هناك فلا احنا لابد ان نقف جميعا الحقيقه للحد وللوقوف امام هذه الظواهر الموجوده في هذا الموقع وهذا المكان. أنت أخي خالد ذكرت في بداية الكلام أن كان هذا يعد كمخطط نموذجي في ذيك الفترة في فترة من الفترات نتكلم فترات من 40 سنة أو 30 سنة يعني كان مخطط نموذجي لكن بما أن الحركة العمرانية والزحف أصبح أمر قائم حاليا وفيها مشكلة فيها مشكلة هذه المشكلة لا تتحملها وزارة ولا جهة واحدة هي عدة جهات مفروض تشارك فيها يعني كما مثل الحال يعني يجب أن يعاد دراستها من جديد لأن تعرف تترتب عليها موازنات مالية. صحيح. على لجهة هذه المناطق أعيد تأهيلها وأعيد مسحها وأعيد تخطيطها من جديد يجب أن في أمور تترتب مالية وتعويضات من يتحملها هذه النقطة يعني بس خلينا نجلس في البداية أستاذ عبد القوي خلينا نجلس في البداية على طاولة ونفكر وبعدين قضية التعويضات وقضية من وما من هذه أنا أتركها فيما بعد لكن خلينا نجلس الآن في وضع استراتيجية أو خطة مستقبلية لهذا الموقع هل نتركه مثل ما هو بكل تأكيد ما حد يرضى بهذا الوضع صح ولا لا بس كيف نجلس أمر غير مقبول أخي خالد نهائيا زي ما ذكرت الأخوة الضيوف أنا أتابع وياكم. نعم. وزي ما ذكرت أنه كان مخطط نموذجي لكن الآن انعدم هذا المخطط أصبح عشوائي وأصبح حسب النوعية وأصبح فيها خدمات يجب أن تخترق هذه المخططات ونظرا لضيق الشوارع صحيح فيجب أن يعملها مسح شامل أخي خالد هذه المنطقة ما تؤتى كذا يجب أن يكون نفكر يعني هناك المجلس البلدي من يفكر مسؤولية من
مسؤوليه الجميع. يعني احنا لما نيجي نعد الدراسه نعمل دراسه شامله بالتعاون مع الجهات المختصه كالبلديه والمجلس الاعلى والتخطيط وشرطه عمان السلطانيه والجهات الاخرى. هذا الممثل البلدي الاستاذ عبد القوي في تصريح صحفي يقول غياب الجهود المشتركه بين الجهات المعنيه ساهم في تفاقم المشاكل القائمه. هذا الممثل والله انا اعترض لان انا عضو بعد نفس الشيء مجلس البلدي. انا اعترض لان في مشاركه متكامله. يعني لو عرض هذا الموضوع على المجلس البلدي كان وجدنا فيه عده حلول. ايش ننتظر طيب استاذ الكريم؟ ايش ننتظر استاذ الكريم؟ اليوم امام احنا امام مشكله، امام اشكاليه، امام تحدي. جهود الشرطة مبذولة هناك، القوى العاملة هناك، أنتم تراقبوا البلدية غيرها من الجهات. يعني أنا أتوقع كل هذه الأشياء محتاجين نجلس على هذه الطاولة ونتناقش، نعترف جميعا الآن كلكم تقولوا أن في مشكلة، أن في قضية، أن في محتاجين إلى إعادة نظر لهذه المنطقة. طيب من يبدأ؟ هذا هو السؤال أستاذ عبد القوي. هو طال عمرك في شغلة يجب أن في بعد إعادة تخطيط المنطقة يجب تتبناها جهة معنية، يعني سواء وزارة الإسكان أو المجلس البلدي أو البلدية، وثم بعد ذلك نجلس على ونقترح نضع الحلول. طيب هذا الآن حضرتك أستاذ عبد القوي، لأن هذه زي ما ذكرت هي مشكلة قائمة. نعم. وهذه ليست هو سوء التخطيط، لأن في ذيك الفترة كان له وضعه، كان له نظام التخطيط، كان له آليته واستراتيجيته في ذيك الفترة، وكان محدودية ما كانت متوسعة مثل الحالة في الوقت الراهن. مهندس عبد القوي، مهندس عبد القوي تقول من يبدأ؟ يعني حضرتك الآن مدير عام التخطيط المدن والمساحة بوزارة الإسكان صح؟ نعم. انت عضو المجلس البلدي مثل ما الان فهمت قبل قليل. طيب يلا البدايه منك، من الشرطه، كلنا نجتمع، وزاره القوى العامله، بلديه مسقط، مشايخ، اهالي هذه المنطقه، نجلس. يعني التاخير والتاجيل نتوقع تتفاقم مشاكل ربما ما سمعنا عنها من نسمعها بكره من هذا المكان بتطلع لنا. هو أخي خالد زي ما ذكرت هو يجب أن يكون العمل جماعي وليس جهة واحدة، وعمل مشترك ومستعجل. يعني إذا إحنا ما نقدر أن اليوم نبدأ ونخلص بكرة، هذا صعب. لا لا لا, لا نبدأ بس نبدأ جماعي، نبدأ أيوة هذا هو، يكون بشكل مشترك، وما يمنع أن يطرح هذا الموضوع في المجلس، لأن في أعضاء من جهات حضرتك عضو هناك وجهات معلية. حضرتك عضو هناك، نبدأ تبنى هذا الموضوع أستاذي، تبنى هذا الموضوع، وما أعتقد حد من الأخوان بيعارض قضية التطوير والتنظيم والترتيب والتجديد لهذه المنطقة. ما حد بيعترض على هذا الموضوع نهائيا، بس المهم تكون، وأنا متأكد أن النية موجودة، نجلس على هذه الطاولة ونوحد جهودنا ونتأكد أن الجهود موحدة وكلنا حريصين أن هذه المنطقة مثل ما حريصين على كل المناطق، لكن اليوم حديثنا على هذه المنطقة أن تكون نموذجية. يا أخي ليش ما تكون نموذجية؟ أكيد صح ولا لا؟ نطاق الاستخدام السكني والخدمات الموجودة. أحسنت. يعني ما في شيء اسمه مستحيل نهائيا. لا أبدا، خاصة في المناطق القديمة يعاد تخطيطها ويعاد تأهيلها وتنظم وتضع فيها الخدمات. إيش اللي ممكن تقوله في الآخر الآن أستاذ الكريم؟ يعني قبل الجلوس، ونتمنى نعجل في قضية الجلوس، لكن قبل البداية وقبل أن نشوف وادي عدي مختلفة، اليوم إيش تقول للمواطن اللي يتابعنا الآن هناك؟ والله إن شاء الله نبدأ نضع نطرح الفكرة أو نطرح الموضوع. طيب. مع المجلس البلدي ممتاز. ونبدأ نشتغل فيه بإذن الله تعالى. متى تتوقع الجلسة القادمة؟ متى معاكم في المجلس البلدي؟ والله بيكون الشهر القادم إذا شاء الله. الشهر القادم إحنا نبدأ بناء على هذا الحديث والنقاش، وهناك حيثيات للموضوع، ما يمنع أن نبدأ نطرح الموضوع ونناقش على كثب، ثم بعد ذلك نطلع بحلول جيدة وإن شاء الله تكون للصالح العام. وما محتاجين نتوقع لمعلومات، المعلومات متاحة مع كل الجهات، هذا الآن مقدم معاه المعلومات. الأخ سالم وزارة القوى العاملة، حضرتك في وزارة الإسكان، بلدية مسقط، الجهات الأخرى، نجلس هي الأهم، نجلس وتكون النية موجودة ونبدأ ألف باء في التخطيط الجديد لهذه المنطقة. سيد عبد القوي، نعم، كل التحية لك، وإحنا شركاء معاكم أيضا في هذا الموضوع إن شاء الله، وسنتابع ربما خلال شهرين أو ثلاثة شهور نرجع لموضوعنا من جديد سيد عبد القوي بعد اجتماعكم إن شاء الله. شكرا جزيلا المهندس عبد القوي بن عبد الله اليافعي، مدير عام التخطيط مدن والمساحة بوزارة الإسكان، شكرا على هذه الاستجابة. شكرا. إذن هذه وزارة الإسكان، النية موجودة، نجلس على طاولة واحدة، ربما وزارة القوى العاملة، الشرطة أيضا شركاء في هذا الموضوع. أستاذ سالم البادي،
ذكرنا في بداية حديث أخي خالد أن هناك لجنة قائمة في وزارة البلديات الأقليمية وعاكفة على دراسة هذا الوضع، ونرى أن تضع الضوابط والإجراءات بإذن الله في القريب إن شاء الله. وزارة القوى العاملة وزارة القوى العاملة كما يعلم الجميع تعمل على تنظيم سوق العمل من خلال وضع الضوابط ووضع الإجراءات. وزارة القوى العاملة تقوم بالتصريح للقوى العاملة الوافدة للعمل في البلد لأصحاب العمل وفقاً لضوابط لإجراءات لمستندات لعقود إيجار لتراخيص بلدي لشهادة انتساب غرفة تجارة وصناعة عمان لاتفاقيات إذا كان في مجال المقاولات. لكن من المؤسف أنه بعض أصحاب العمل بعد التصريح بهؤلاء العمال وفقا لهذه المستندات وفقا لهذه الضوابط يعمل على تسريح هذا العمال وإنهاء مقار عمله والعمل لدى الغير بطريقة غير مشروع، والبعض الآخر يعمل على بيع المأذونية في الحال. إذن هي المسألة أخي خالد بس قادرين عليها، المسألة مسألة محتاجة إلى تعاون الجميع. نعم ما هي قادرين بتعاون الجميع وليس جديدة. بجهود جهة محددة كل بعينة. الجهات احنا ما نبي نتكلم الآن لا على جهة ولا على غيرها، عندنا اليوم إشكالية بالطبع. هذه الإشكالية بالطبع. يتحمل مسؤوليتها الجميع فقط، ما مؤكد يتحمل مسؤوليتها الجميع، ما موجودة وهذه الجهة تتحمل مسؤولية، ما محتاجين نية صافية، وأنا متأكد نيتكم صافية إن شاء الله للقضاء على مثل هذه البؤر، إشكاليات، مشاكل. وادي عدي اليوم مبعيدة في قلب مسقط، والمكان أحيانا اللي تطلع من الريحة الريحة توصل للجميع. صحيح. اليوم جهود ربما محتاجين نوجهها في جهة أخرى للشرطة مبذولة جزء منها في هذا المكان، وزارة القوى محتاجين أن تراقب في مكان آخر أيضا جهودها منصبة في هذا المكان، بلدية مسقط وهكذا. لكن عندنا مشكلة يا أخي نوقفها عند حدا وانتهى الموضوع. في مثل ما أعرف أنا ممكن أتذكره ولا لا، يعني إذا عندك مشكلة بتروح الطبيب، ما عندك مشكلة معه، لكن إذا في الأخير الكي عشان ينتهي هذا الموضوع نهائيا. عندنا بعض اللقاءات من هناك من وادي عدي نتابع ونرجع معكم نتواصل في البث المباشر. الوافدين هنا موجودين ساكنين في بيوت عجار ولا عندهم كفلاء، ما تعرف كفيلة مين، وفي بيوت طبعا بيوت الله وش أقول لك يعني الله يستر يعني. وكلمناهم كم مرة يعني، كلمنا شرطة، كلمنا يسمونه القوة العاملة، يعني قلنا البيوت شيء وافدين يعني في بيوت في دعارة يعني البيوت ما زين. نحن وصل عائلة الحين بيوت في عائلة كل عائلة يعني، والبيوت هذا صغار يعني بيوت مال 150 متر يعني، البيت 150 متر للغرفة يكون صغيرة. السكك شوف من فترة طويلة مودرينهم يشتغلوا هناك ويجي يكسروا بيتك وما حد يسأل عنك، وين صرف الصحي، وين الوزارة، من دير بالهم هذا ليه يكسر وروح. ومثل انت الحين باغي تكسر من هنا ويقول لك لا انا ما اقدر اعطيك هذه الاشياء، وانت ما اخذ يعني ممكن البلاط من 300 400 ريال يجيبوك، ما البلاط ممكن مال يعني مال 50 60 ريال يعني. الوافد يستاجر بيت على 150 يعني 200 ريال يجيب لك فوق 50 شخص، على كل شخص يمكن يضرب 25 ريال، وشهر كم يطلع على يمكن فوق 50 شخص يعني. انسان يمكن عنده عيال عائله يدور بيت وما يحصل. نسبه وادعدين نسبه بيوت كلهم وافدين. عندنا شوارع ضيق وتقريبا يحطون السيارات عن باب بيتهم وحتى عن باب بيتنا يحطوهم، وحتى ما يقدر يطلع يدخل اذا سبحان الله حد مرض ولا شيء، اذا ندق حتى باب بيتهم يعني نص الليل ولا او صباح ما حلو واحد يزعج الناس. فمره نفس الشيء تقريبا مرتين، ما مره، مره كان ولدي جالس عند الباب جاء سياره دعمه وراح، وحتى جايبين طابق هذا انترلوك تقريبا الحين 3 شهور قالوا احنا بنعدلهم، فحتى الحين ما عدلوهم، فصغيرين كلهم كسروهم وحالتهم حاله. الحين انترلوك يعدلوا مكان واحد ويخلوا مكان ثاني، ونفس الشيء يحفرون حفره، طحت مره انا هنا من سبب هذه الحفره مرتين تقريبا نفس الشيء. عندنا وافدين واجد ومسوين زحمه، وحتى الايجار البيت كلهم مغليين من سبتهم، واذا يقولون لهم عادي الايجار 300 عادي عندهم يسوون 300 لان يجيبون ناس ثانيين عندهم يحطوهم اساس انه ايش يدفعون ايجار حتى لو 300 يدفعونه يا اخي.
من المكان من قلب من قلب وادي عدي. هذه معاناة أهلنا هناك في وادي عدي، إشكالية، محتاجين فعلا هذا اللي نتكلم عنه، علاج سريع. يعني ما محتاجين، والوقت يمشي، يعني برنامجنا احنا نتمنى أن نصل إلى حل معين لهذا. اليوم ما جالسين عشان نبرر أو نقول أو ربما أصابع اتهام لجهة من الجهات نهائيا، حشاكم من أي شيء ومن أي قصور، لكن اليوم احنا أمام مشكلة، أمام مشكلة. هل هذه المشكلة عادة هكذا مشكلة لها حل؟ ما في مشكلة إلا لها حل، نجتمع نلتقي نوضع خطة فعلا محكمة لهذا الموضوع. أهلنا موجودين هناك يعني في وادي عدي، يا أخي ما قادرين ينتقلون إلى مكان آخر لأي ظرف من صحيح. من الظروف الآن سادة عبد القوي يقول أن هذا تخطيط قديم، يعني هل في أرض بمساحة الأراضي اللي موجودة الآن في وادي عدي من اليوم يعني كانت في يوم من الأيام 200 وبعدين صارت 400، اليوم أقل أرض 600، ما في، ما تقدر، ما في حد، ومع هذا 600 وبعدك تقول يا ريت لو تكون أكثر من كذا بالضبط. فلا، عندهم معاناة وإشكالية في هذا الموضوع، بس محتاجين إلى حل. ضيوفي المقدم خميس الغافري قيادة محافظة مسقط شرطة عمان السلطاني، مرحب بك مقدم خميس، والأستاذ سالم البادي مدير عام الرعاية العمالية وزارة القوى العاملة، وبيكون معنا حياة بعد قليل أيضا، لأن كما يبدو أن في إشكالية، وإحنا شفنا مجموعة الصور اللي جابوها أيضا زملانا ونقلناها الآن على تويتر موجودة، ومن يريد أن يتأكد يروح إلى الموقع وإلى المكان. سالم البادي، لا زالت هذه البيوت مستأجرة لعمالة وافدة هاربة بين قوسين وتمارس أشياء، يعني محتاج أن نوقفهم، محتاجين أن نتدخل، محتاجين أن نفعل شيء ونعمل شيء. لا تقول لي مواطن أجر، خلاص عرفناها مواطن أجر، طيب هل يتحمل تبعات ما أجر؟ تفضل. وبكل تأكيد أخي خالد، المسألة تحتاج إلى تضافر كافة الجهود، وزارة القوى العاملة وغيرها سواء من الجهات الحكومية أو من الجهات أو المجتمع بأسره. وزارة القوى العاملة في هذا الجانب عملت على تطوير جهاز تفتيش العمل، وزارة القوى العاملة في هذا الجانب وضعت نظام المنواو، بمعنى أن مفتش العمل يعملون على مدار الساعة أي 24 ساعة، وذلك أيضا جنبا إلى جنب مع زملائهم المختصين من شرطة عمان السلطانية. وزارة القوى العاملة قامت بإنشاء مركز للاتصالات يعمل على مدار الساعة، يعمل على تسجيل كافة المكالمات، الهدف منه أيضا تلقي الاتصالات في حينها والتعامل معها. هذا بصورة عامة ولا وادي عدي؟ بصورة عامة. لا بصورة عامة. هذا بشكل عام. خصص لي وادي عدي. بالنسبة لوادي عدي ذكرنا، وكما ذكر أيضا زميل المقدم خميس، بأن التفتيش يجب أيضا أن يشمل كافة محافظات ومناطق السلطنة. ذكرنا قبل خلال هذا موضوع، بس جهود. اليوم احنا حديثنا عن وادي عدي. ذكرنا بأن هناك جهود لوزارة القوى العاملة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والإدعاء العام والجهات القضائية من خلال العام الماضي تم ضبط أكثر من 21,000 عامل، منهم عدد 327 عامل من منطقة ومساكن وادي عدي فقط. ولا زلنا أمام إشكالية، ولا زالت المتابعة مستمرة، الحملات التفتيشية بإذن الله مستمرة، ولكن كما ذكرت في بداية حديثي نأمل أن يتكاتف الجميع في هذا الجانب وعدم قيام زملائنا الأهالي. من الجميع؟ الجميع تحديدا، أخص عدم قيام المواطن بتأجير مساكنهم إلا وفق عقود إيجار معتمدة من الجهات المختصة لضمان حق العامل وحق صاحب المنزل في الوقت نفسه. نعم، هذه من النقاط اللي أنت الآن تأكد عليها ويؤكد عليها أيضا مقدم خميس. طيب نعم. اليوم إحنا أمام وضع قائم، هل نقول عقد إيجار، وهل نقول هذا مخالف، أو نقول إحنا اليوم أمام هي بقضية عامل استأجر بيت، هذا موضوع ثاني ومتاح لكن وفق ضوابط معينة. نعم. لكن بيت وفي الأخير يبيع أو يسلب مخدرات، صحيح. لا، هذا خط أحمر، صح ولا لا؟ صحيح. بيت ربما، وأنا يعني أعتذر للمستمع على بعض الألفاظ أحيانا يدار للدعارة بعض الوافدين، هذا خط أحمر وعليه أكثر من خط أيضا. مقدم خميس، شوف الأخ خالد، بداية نحن بنبتعد عن موضوع العقول عشان ما ندخل مع الجهات وكذا، كشرطة عمان السلطاني نحن لا، ما لنا علاقة في
في ايش بالكم علاقه؟ في تحديد قيمه الايجار او العقود وكذا، في جهات اخرى مسؤوله عنها. طيب ما لنا علاقه، انا اخذ حسب اختصاص كل جهه. احنا لنا الافرازات اللي أيوه. تفرز عن أيه. فقط انه لو ومع الاسف افرازات يعني سيئة. صعبه أيه. بس لكن للتوضيح في نقطه لنوضحها يعني أيه. ايضا المداهمات اللي ما مثل تفضل المداهمات يعني ما مثل ما ذكرنا في السابق انه نحن نقوم بمداهمة التنسيق مع القوى العامله وعلى مستوى عموم. خلينا نجلس نتكلم عن وادي عدي أيه. لكن الحقيقة أيضا في هناك في مداهمات نوعية موجودة أخرى في المنطقة نفسها يعني. نفهمها في نوع حسب المعلومات الواردة من العناصر الخاصة بالشرطة بدون توضيح يعني. تمام لما جينا معلومة أنه والله في مخبر أنه في المنطقة هذا فيها مخدرات فيها عمالة حربة أو متسللين أو دعارة، هذا بين وقت وآخر يعني الأخوة في المركز المختص وعن طريق أيضا إدارة التحريات يقوموا بحملات نوعية تستهدف هذه المعلومة فقط يعني. تمام. شفت كيف؟ تمام. هذا كله أنا أريد أوضح لك إنه يعني المتابعة من الشرطة مستمرة سواء كان من المداهمات النوعية أو من المداهمات العامة يعني. لما يجي معلومة معينة عن مثال إنه في كمية مخدرات أو يعني أو مصنع للخمور أو الدعارة وإلى آخر وسط هذه المعلومة تم التأكد منها مباشرة تستهدف هذاك المنزل. إيه. هذا هي أنا أقصد بالنوعية، الجهات المعنية تستهدف هذاك المكان وبالتالي إنه عندكم إحصائيات معينة موجودة، بمعنى موجود لكن نسبة معينة أو رقم معين موجود الإحصائيات وموجود النسبة وكل شيء، لكن مقلقة معلش إذا أنا حبيت حسب لا يعني ما تحضرنا حاليا ما تحضرنا ما جابنا عندي، هذه موجودة مع الجهات ممكن بس عليها يعني. رجل وربما معنى. تكون هذا فيها نستأذن فيها يعني. إيه لا هذا لكم الحرية فيه، لكن القضية هل اليوم يعني كثير. هذا المكان كبير هذا الكتاب كبير إشكالية يعني إشكالية. اليوم احنا امام مشكلة اذا المواطنين الان يتكلمون من الواقع يعني اي طبعا. والجهات المعنية وانت تمثل الان شرطة عمان السلطانية عشان كذا اقول محتاجين الى تدخل سريع وسريع جدا يعني خلينا ناخذ يعني المعنى الاخر ان محتاجين نوصل الى الكي صحيح نوصل الى الكي حتى ما يكون معنا أي أشياء جانبية نتيجة هذا الشيء اللي موجود، لأن اليوم هذا المكان أو غيره مو بس في هذا المكان محتاجين بأنه نظفه في عديد من الأماكن موجودة يعني. لا والقضية يعني النار اللي تطلع من مكان إذا ما جاك ضررها ريحة الدخان بتوصلك، فبمعنى أن هذا المكان بتوصل الريحة إلى أماكن أخرى وإحنا محتاجين أن يعني نغطي أو 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 نوسم بعض الأماكن حتى لا تنتقل إلى أماكن أخرى. لا إن شاء الله الجهود بتتضافر وأرجع لك مرة ثانية على الأخ المتصل الأخ صالح. نعم بترجع لصالح بعد هذا الفاصل. للتواصل مع برنامج البث المباشر يرجى الاتصال على الأرقام التالية 24602794 أو 24692666. البث المباشر كما يمكنكم التواصل على صفحتنا عبر تويتر @مباشر راديو @مباشر راديو. البث المباشر منكم أقرب. البث المباشر منكم أقرب. البث المباشر منكم أقرب.
مرحبا بكم جميعا في حلقة اليوم من البث المباشر. موضوعنا وادي عدي، مدينة من مدن محافظة مسقط، بين العشوائية وسوء التخطيط لهذه المنطقة. تخطيط قديم يعود إلى نهايات السبعينيات، اليوم الوضع مختلف. اليوم سبب هذا الشيء إلى إشكالية معينة، أي حد وذكرتها وأؤكد على هذه المسألة، قضية المتسللين، قضية الهاربين، قضية من يبحث عن عاملة، عن شغالته، عن يجدها مع الأسف هناك، طبعا بالإضافة إلى في أماكن أخرى، قضية المخدرات، وهذه نعلنها. في إشكالية لليوم مع كل الجهود المبذولة من الجهات المعنية وربما حتى المجتمع المدني، وهذا دوره أيضا مع الجهات المعنية للحد من مثل هذه الظواهر. قضية الدعارة أيضا في بيوت هكذا يعني تدار فيها دعارة مع الأسف، رغم أيضا المراقبة والمتابعة والمداهمة وغيرها، لكن محتاجين إلى إعادة نظر في هذا المكان وهذا الموقع. أمطار الخير يبشرون الآن حقيقة على مختلف المحافظات والولايات، إن شاء الله تكون أمطار خير وبركة، ومع كل وهذا اللي نتمناه أن تكون أمطار الخير إن شاء الله تعم للجميع، وندعو الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ هذه البلاد وأن يحفظ ولي أمر هذه البلاد مولانا حضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم يحفظ الله. وهكذا الدعاء، وهذا مستحب أن يدعو الإنسان في لحظة المطر، في لحظة هطول المطر، فندعو الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ هذه البلاد ويحفظ ولي أمر هذه البلاد، والدنا وسيدنا وسلطاننا مولانا جل سلطان، الله يحفظه ويرجعه إلينا سالما غانما معافى يا رب العالمين. لخالد الجهوري من الأرصاد الجوية. خالد مساء الخير. مساء الخير سيد خالد، مساء الخير لجميع المستمعين، وشكرا على تواصلكم الدائم مع الأرصاد. بارك الله فيك. كيف تراقب في الأرصاد الجوية؟ وكما بشرتم وبإذن من الله سبحانه وتعالى اليوم بدأت هذه الأمطار في كثير من محافظات السلطنة. نعم أستاذ خالد، بدأ تأثير الحالة الجوية فجر اليوم على محاط مسندم، حيث شهدت هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، كانت مصحوبة بتساقط لحبات البرد على بعض الأجزاء، وأدت إلى جريان العديد من الأودية والشعاب. محطة رصد الجوي في ولاية خصبة التابعة للهيئة العامة للطيران المدني سجلت هطول كميات جيدة من الأمطار حتى الساعة 10 صباح اليوم، حيث سجلت هطول 26 ملمتر من الأمطار. حاليا حسب آخر صور الجوية الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة كليا على محافظات مسندم، شمال باطنة، جنوب الباطنة، الظاهرة، البريمية، الداخلية، وصولا إلى محافظة مسقط، مع هطول لأمطار متفرقة متفاوتة الغزارة. هنا في مطار مسقط بدأ الآن لنا أمطار على محافظة مسقط، صحيح؟ صحيح، بدأ هطول أمطار رعدية قبل قليل هنا. احنا في الاستوديو ما عارفين الوضع الخارجي كيف، الأمطار متوسطة، غزيرة، خفيفة، كيف؟ كانت أمطار رعدية متوسطة حقيقة، بدأ هطولها قبل قليل. حسب مخرجات نماذج تبانت العددية الصادرة صباح اليوم، توقعات الأمطار لا تزال مستمرة، تشمل معظم المحافظات الشمالية للسلطنة. الأمطار المتوقعة أمطار متفاوتة الغزارة، نود أن نلفت الانتباه حقيقة إلى أن الأمطار قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة بتساقط لحبات البرد ورياح هابطة نشطة. يمكن أيضا شفنا تأثير الرياح الهابطة من السحب الرعدية قبل قليل، حيث تدنت أيضا هنا الرؤية الأفقية في مطار مسقط قبل قليل إلى أقل من 1000 متر نتيجة لرياح النشطة الهابطة من السحب الرعدية. حاليا تحسنت الرؤية الأفقية وبدأ هطول أمطار خير ولله الحمد. أكثر الولايات تأثرا أو المحافظات تأثرا أكثر من غيرها أخ خالد؟ بشكل عام كما ذكرت توقعات الأمطار تشمل معظم المحافظات الشمالية للسلطنة، أمطار متفاوتة الغزارة من متوسطة إلى غزيرة. حسب نماذج التنبؤات العادية هناك أفضلية في توقعات الأمطار على المحافظات الساحلية المطلة على بحر عمان، لكن كما ذكرت بشكل عام توقعات أمطار الخير تشمل معظم المحافظات الشمالية
للسلطنة، احتمالية أيضا قريان الأودية موجودة على بعض الأجزاء. في لاحظنا بعض الأودية بدت يعني في الجريان، عشان كذا ننتبه لهذه المسألة. خالد، إلى متى تستمر هذه الحالة بإذن الله؟ حسب الممارسات العادية أستاذ خالد، الخدود المنخفض مستمر بالتأثير خلال ساعات الليل وصباح الغد. صباح الغد يبدأ الخدود المنخفض بالتحرك باتجاه الشرق، من المحتمل عودة الأجواء إلى الاستقرار التدريجي ابتداء من مساء الغد إن شاء الله. إن شاء الله. خالد الجهوري من الأرصاد الجوية، كل التحية لك ولزملائك هناك في الأرصاد الجوية، وكل زملاء أيضا المشاركين معكم كان شرطة أو بقية الجهات الأخرى. شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ خالد، نوجه تحية للجميع كما ذكرت. فقط نود تكرار تنبيه للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات السلامة المعتادة في مثل هذه الحالات الجوية. أيضا نكرر التنبيه بالنسبة للأخوة الصيادين على سواحل البحر عمان ومحافظة مسندم، البحر متوقع أن يكون متوسط إلى هائج الموج، لذلك ننصح الأخوة الصيادين والتادي البحر بتجنب ارتياد البحر خلال هذه الفترة، وإن شاء الله تكون أمطار خير وبركة ويعم بنفع البلاد والعباد. شكرا جزيلا خالد الجهوري من الأرصاد الجوية. ننبه أن في فترة الإعادة هذا اللقاء الساعة 3:38 يعني فترة البث المباشر يعني من 2:30 إلى الساعة 4:00، فترة الإعادة ربما في مستجدات خاصة بالحالة الجوية سيتابعها زملائنا في الإذاعة والتلفزيون ووسائل التواصل الأخرى. موضوعنا في البث المباشر وادي عدي، ونرجع إلى التسجيلات وإلى ربما شيء جديد يتكلم عن المواطن هناك. نتابع. أنا ماني من مسقط بس زايرة لمسقط وأشوف المشاكل هنا والبيوت، يعني تراث قديم جدا وآجارهم مرتفع، المفروض أن يحطوا قيمة الآجار على قيمة البيت. كيف يعني مثلا أثاثها قديم والقيمتها 100 وشيء، وحوادث كثيرة تصير في وادي عدي بسبب إيش؟ الضيق. ومن ناحية الضيق الأطفال وين يلعبوا أصلاً؟ ما يعني ما حاطين لهم مكان للعب للأطفال، كلهم بس في شارع في مكان غير مناسب، حفر في أماكن غير مناسبة. والله مشاكل وادي عدي هو ترى الصرف صحي عاد لفترة الحين ملعوزين مكان، شوف واحدك شوارع وهذا. وثاني شيء هذا العمالة الوافدة يعني ساكنين في منطقة عائلات، فالحريم ما يقدروا يطلعوا مكان ولا يعني يطلعوا من بيت يعني. والشوارع قلع الشارع وركب مرة، كم مرة عاد يطلعوا هذا الشارع؟ يمكن فوق 3-4 مرات. صار صحي بعد ما مخلص عاد مركبين بلاط فوق، وعاد كله متوسخ هناك مثل عوز يعني. صار صحي أنا أشوف يعني مفروضا يجيبوا شركة معروفة يعني مشتغلة في هذه الشغلة عنده خبرة، ما يجيبوا هذه الشركات ما يعرفوا. اليوم اقلع الحين بعدين مرة ثانية اقلع ورايح، كم سنة الحين يعني هذا ما سوى صرف صحي. والكاشي مال البيت يقلعوه ويجيب لك كاشي غير نوع. تابعنا يعني الآن إشكالية الصرف الصحي عندهم مشكلة يعني بديهي، المنطقة محتاجة إلى إعادة تخطيط من جديد، متفقين عليه. والآن كلمنا حتى السيد عبد القوي، وربما الاجتماع القادم يعرض هذا الموضوع. هل ننتظر ولا أيضا محتاج أيضا الصرف الصحي يشتغل؟ فعامل إشكالية في هذا الموقع وفي هذا المكان مثل ما تابعنا من الناس. يعني أنا أقول المنطقي خلينا نشتغل مرة واحدة بدل ما نشتغل على أجزاء. بتعلق مقدم خميس، هذه أعمال وقتية يعني. أعمال وقتية، أعمال وقتية بالنسبة لشركة حياة، أعمال وقتية ممكن تشتغل في هذا المكان وتخلص منه وتنتقل لمكان آخر يعني. هي بس المشكلة أنه إعادة الوضع ذا ما كان عليه هو اللي يعاني من المواطن. مواطن خلى سنوات، السنوات يعني إشكالية. المنطقة أنت عارفها، يعرفها يعني، مخارج ومداخل مفهومة ومعروفة، المساحات معروفة، فمعناته هكذا يعني استنتج لي من الناس ان اشكاليه على اشكاليه على اشكال. انا اريد بس اوضح نقطه يعني إيه؟
وما اريد ادخل في عمل لان حي بيكونوا معنا بيكونوا موجود معك ما اريد نعلق عليهم ابدا ولا الملاحظات الموجوده يعني. لكن فقط قبل انتهاء الوقت ونعرف ان الوقت ضيق صار تكلمنا كثيرا عن منطقه وادي عدي وعن اشكاليات المصاحبه، لكن نؤكد نحن انه ايضا المنطقه ما اريد نصور المنطقه على اساس انه والله فيها خوف او فيها لا 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 لا, 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 لا. دوريات شرطة مستمرة، المركز الشرطي المختص يعني قائم بعمله، المتابعة مستمرة مع الأخوة سواء كان مواطنين أو مع الجهات الأخرى، يعني الأمن مستتب يعني طبعاً جداً ما نقول هذا نقطة نوضحها للمستمعين يعني واضحة واضحة ما نريد نوصل إلى درجة لا 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 كذا نعم في عندنا مشكلة مثل ما عندنا مشكلة في أماكن أخرى يتم التغلب عليها والسيطرة عليها لا 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 المنطقة يعني أيضاً مفهومة بالأمن والأمان وكل شيء يعني كذا واضح لكن واضح هذه الإشكاليات يعني من هنا وهناك يعني موجودة بيشتغل عليها وإحنا ما وضعنا هذه الحلقة إلا لإيجاد حلول مستمرين في الشغل إن شاء الله عندنا اثنين من حياة الحقيقة وأنا كان ودي أن يكونوا هنا يشرفونا في الـ في الـ في البرنامج ونضرب الآن موعد معهم أن في حلقة من الحلقات تكون الحلقة كاملة عن حياة نعرف جهودهم وربما أيضا ملاحظات الناس على هذا الموضوع. مهندس خالد بن حسن اللواتي مدير أول مشاريع بحياة، وأيضا معانا الأخ سالم مهندس سالم بن عوض الربخي مدير الاتصال المؤسسي الشركة العمانية للصرف الصحي حياة للمياه. مساء الخير مهندس سالم ومهندس خالد. مساء الخير والسرور. مساء الخير خالد. أهلا وسهلا بكم، كيف حالكم؟ الحمد لله بخير وعافية الله يسلمك. مهندس سالم الربخي، كيف تابعت الموضوع بجزئية تقريبا حياة؟ يعني الآن تكلموا أكثر من واحد وربما أنت أيضا متابع هذه المنطقة وإشكالية شوارعها وضيق مساحاتها وغيرها، فيقول لك حياة جاتنا أيضا سببت لنا مشكلة، تفضل. الحقيقة أول شيء أود أن أمسي عليكم جميعا وعذرا على عدم الحضور الاستوديو معاكم، كنا نحضر لكن نظرا لظروف العمل ما قدرنا نتمكن نحضر عندكم. نعم. وكذلك أمسي على جميع المواطنين وكذلك القاصنين على هذا الطيبة. حياك الله. ومساء الأمطار والجو الجميل. الحمد لله الحمد لله. أنا صراحة طبعا استمعت إلى كل الاطروحات التي طرحت في البرنامج مع الأخوان وأنت معهم، وصراحة نحن طبعا مع كل هذه الاطروحات، وطبعا حياة المياه كما تعلمون مشروع الصرف الصحي هذا المشروع الحضاري أريد به هكذا من البداية، ويعتبر جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة، ولكن طبعا نظرا للطروحات التي طرحت قبل قليل والصعوبات الحقيقة التي تواجه هذه المنطقة منطقة وادي العدي من قبل مثل ما ذكرت في بداية البرنامج البيوت الصغيرة والأزقة الصغيرة وكذلك صحيح. يعني صعوبة يعني إقامة مثل هذه المشاريع، حياة المياه الحقيقة تجاوبت مع كل هذا والحقيقة تعاملت مع كل الظروف وكل الأوضاع وبدأت هذا المشروع على حسب الإلهام في هذه المنطقة في وادي عدي في عام 2012 تقريبا، وحتى لا نطيل لأن الوقت ما يسعفنا يعني الآن نحن الحمد لله رب العالمين تقريبا 98% أنهينا من هذا المشروع. من كم سنة بديتوا هذا المشروع أخ سالم الربخي؟ من متى بديتوا؟ الآن ننتهي هذا المشروع يعني مشروع الصرف الصحي بوادي عدي. متى بدأتوا أستاذ الكريم؟ نحن عفوا راح الصوت، لو كانت المعلومة عند المهندس خالد اللواتي تفضل. من متى بدأتوا هذا المشروع؟ هذا هو السؤال. قضية الصرف الصحي أنه مشروع حيوي، مشروع حيوي كلنا نتفق معه، محتاجين نعم تأخرنا فيه تأخرنا، اليوم احنا أمام مشروع ضخم كبير الحقيقة، لكن سبب إشكالية للمواطن وللساكنين وللطرق نعم سبب إشكالية وإزعاج وقضية التأخير. من كم سنة الآن من يسمعني الآن المهندس سالم والمهندس خالد؟ من كم سنة في وادي عدي؟ مهندس خالد اللواتي تفضل. أيوة أستاذ خالد. كم عمر اليوم المشروع عندكم في وادي عدي؟ طبعا هذا المشروع يعني منطقة وادي عدي هذه جزء من مشروع ضخم، المشروع بدأ تقريبا في عام 2010 ويمتد من محطة التحلية في الغبرة إلى دوار الحمرية،
إذا جينا نتكلم على عن مدينة وادي عدي، منطقة وادي عدي، بدينا الحفر فيها في 2000 بداية 2012 تقريبا. يعني أنا سمعت مداخلات كثيرة وسمعت التسجيل والتقارير أن المشروع صار له 7 سنوات. طبعا إحنا بدينا الحفر في وادي عدي قبل سنتين فقط، يعني طيب سنتين وإحنا داخلين للسنة الثالثة الآن، دخلنا 2015. إيه طبعا إحنا مخلصين تقريبا 97% أو 98% تقريبا المشروع منتهي، وباقي طبعا بعض الوصلات المنزلية. المنطقة كانت صعبة جدا طبعا. طيب المنطقة إلى اليوم صعبة مهندس خالد؟ يعني ما أعرف، يعني أنا متأكد قبل بداية مشروعكم في وادي عدي التقيتوا بالمخططين بالمسؤولين بالمعنيين وغيرها، ما كان من المفترض، آسف يعني، أن يؤجل إلى أن يعاد النظر من جديد في تخطيط وادي عدي؟ طبعا احنا اجتمعنا قبل بدايه المشروع مع الجهات المعنيه، وزاره الاسكان والبلديه والشرطه، ونفس الشيء مع مكتب سعاده والي مطرح. طبعا المشروع كان لازم يتم في هذاك الوقت، نظرا لانه كان في تقريبا، انا ممكن اقول لك، كان في كارثه بيئيه، كان في طفح كثير من تكرم من المجاري. نعم. في هذيك المنطقه، واللي يفاقم الموضوع ايضا العماله الوافده، وذكرتهم ايضا الدعاء، متفقين القديمه. إيه؟ فكان في طفح كبير هناك في هذه المنطقه، وكان في شكاوي من كثير من اهالي. طيب ليش ما حليتوا حل جزئي، بمعنى ان يعني في حاله التخطيط الان القادم ان شاء الله، هذا اللي نتمناه، ما تتوقع ان هذه المنازل ممكن يعني تشال، ممكن يغير شكل المنطقة بالكامل؟ كيف يكون جهدكم في حي انتو لحظتها؟ يعني الآن بيوت انتو سلكتوا في بيوت ربما بتكون على أرض الواقع بعد فترة. صحيح طبعا. احنا الحالي ما عندنا التخطيط الجديد مثل ما تفضل. لا احنا التخطيط الجديد قادم، احنا نتمناه، وانا متأكد اليوم بكرة بيكون موجود. طيب ايش بيكون جهدكم؟ عندما يقوموا بعمل هذا التخطيط ان هم طبعا نفس الشيء يتصلوا فينا، يعني يجوا يدرسوا الموضوع مع حيال المياه، لانه احنا عندنا مثل ما تفضلت اقطار معينه، عندنا الانابيب وعندنا الشبكه هناك طبعا تتحمل، يعني طبعا مثل ما نقول جريان معين. إيه؟ ما تتحمل الجريان البنايات الضخمه وهذا. فنتمنى نفس الشيء من الجهات المعنيه عندما يقوموا بالتخطيط، سواء كانوا بالبلديه ولا الاسكان او المجلس الاعلى للتخطيط، انه نتفقوا مع حيال المياه. وبالتالي لانه الشركه قامت بصرف مبالغ ضخمه على هذه الشبكه، نتفق جميعا عشان كذا ما تروح هذه المبالغ. أو استاذ خالد، اريد ان اقول إيه؟ بان التصميم، احنا لما نصمم الشبكه نصممها على اساس انها تكون مليانه نص 50%. يعني في 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 هناك استيعاب للشبكه، يعني الحمد لله بيكون في استيعاب. لو في الان تخيل ان 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 الان جاكم المخطط القادم لوادي عدي جديده مختلفه، هل يعني عندكم اشكاليه ولا الامر بالنسبه لكم طبيعي وربما بتكون طبيعي اضافات طبيعي معينه لحياه؟ الامر طبيعي. تمام. الان كيف تطمن الناس لان عندهم اشكاليه معاكم، يعني معداتكم، اموركم، تكسير شل كاشي بلهجتنا، ما تعيدون مره ثانيه مكانه، واذا عدتوا ما هو بالشكل اللي اعتاد عليه المواطن قبل تقلع الحياه؟ هذه الامور، وانا اذا اتكلم عن وادي عدي اتكلم عن كثير من المناطق اللي اليوم ربما مشروعكم واصل لها. تفضل مهندس سالم بايجاز من فضلك، وانا يعني الشباب الان بيضربوا معك موعد في حلقه مستقله قادمه ان شاء الله عن حياه للمياه. تفضل. نرحب بكم الاخ تشريف، ونرحب بجميع باي اخ مواطن مقيم، واحنا طبعا عدنا اتصال مباشر وعدنا خمس ساعات. جيد. الى اليوم الى هذه الحلقه، يعني قبل ما اتي الى هذه الحلقه، احنا الحمد لله رب العالمين لا توجد معنا اي شكاوي حاليا، يعني من قبل اي من المواطنين، واي شكاوي تاتينا او اي اقتراحات تاتينا ناخذها بعين الاعتبار ونتخذ فيها الاجراءات اللازمه. نعم، بتقول لي على الاخوان الان في وادي عدي لضيق الوقت، بس مع التخطيط مع الجهات المعنيه نتعاون يدا بيد. هذا طبعا مال الصرف الصحي وغير المشاريع هي كلها في النهايه خدمه لهذا الوطن وللمواطن،
ونحن طبعا لا ما لا شك فيه ان احنا يعني معاكم في نفس الاتجاه يعني ما في شك في هذا. شكرا جزيلا. بس لضيق الوقت مهندس سالم بن عوض الربخي مدير الاتصال المؤسسي الشركه العمانيه للصرف الصحي حياة للمياه، وايضا الاستاذ المهندس خالد بن حسن اللواتي مدير اول مشاريع بنفس المؤسسه والشركه، شكرا لكما. شكرا. أهلا وسهلا. نتواصل في الوقت المتبقي من عمر البرنامج لو عندنا لقاءات خارجية، وأيضا معنا ربما متصل ينتظر الدخول إلى برنامجنا، ضيوفي داخل الاستوديو مقدم خميس الغافري قيادة محافظة مسقط شرطة عمان السلطانية، والأستاذ سالم البادي مدير عام الرعاية العمالية وزارة القوى العاملة. ناخذ ونسمع فيما بعد، وإذا في مكالمة أستاذ سالم البادي يسجل والمقدم خميس أيضا يسجل من ملاحظات، ونتمنى كل هذه الملاحظات تكون على طاولة واحدة قادمة مع أكثر من جهة. مقدم خميس، متى ممكن نجلس؟ متى ممكن نخطط؟ متى ممكن كذا نعلن للناس أن في تخطيط قادم جديد كدور ومن أدواركم في شرطة عمان السلطانية لوادي عدي؟ والله بصراحة أنا شخصياً ما أعرف، لأنه يبدو أن الموضوع ما دور الشرطة بالمقام الأول، يعني دور مجلس بلدي، دور وزارة السكان، دور البلدية. أنا عشان كذا أقول الأدوار مشتركة. مشتركة هم يبدو، وأي يعني أنا متأكد أنه أيضاً شرطة عمان السلطانية أي دور لها أو إسناد أو خدمة يعني جاهزة. نأخذ مكالمة بس على السريع، يعني صاحب المكالمة على السريع لو يتكرم. من معنا محمد، مساء الخير. هلا اخي محمد. الحمد لله، كيف حالكم؟ تفضل. الله يسعدك. الحمد لله بخير، الله يبارك فيك. الله تفضل. يعافيك، حياك الله، وحيي الجميع والضيوف، وحييك الاستاذ خالد ايضا كذلك. بارك الله فيك، واجب الله يسلمك. تفضل اخي الكريم. الله يسلمك، حياكم الله. حقيقه لان الوقت ضيق. نعم. يعني والموضوع طويل اصلا. مداخلتك السريعه ان شاء الله تعالى. يعني طبعا منطقه وادي عدي يعني ما يحتاج نعيدها، بس انا اللي اريد ان اوضح قضيه وادي عدي. انا اتمنى ان تعطى نوع من الاولويه. نعم. يعني 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 وادي عدي وما تعاني من مشكلات وسوء التخطيط فيها، يعني يعطيها حقيقه، يعني يجب ان تكون لها اولويه. يعني هي تو الان نحن نسمع كلام الاخوه جزاهم الله خير، لكن قضيه يعني يعني اقتسام المسؤوليات إن هذه مسؤولية فلان ومسؤولية جهة معينة وكذا، هذا الكلام نحن نسمعه من فترة طويلة. والمواطن أو الذي يعيش في منطقة وادي عدي ترى عايش في دوامة وعايش في ضيق، يعني بسبب ما يعاني من مشكلات، وهذه قضية العمالة الوافدة يعني قضية كبيرة جدا. يعني أنت من أهل المنطقة؟ من أهل المنطقة محمد؟ هنا من أهل المنطقة، أهل المنطقة وعيشنا وعشنا المنطقة، يعني اعتدنا فيها منذ سنين عليها الطابع وما قدرت طبعا تطلع منها. ما قدرت تطلع منها، ترى هي القضية تكمن في كثير من الناس. لو على ذلك، يعني لو على كذاك، يعني الإنسان إذا استاء من شيء أو تضرر أي ينتقل، لكن إذا كان ما يستطيع يعني صحيح. يعني يبقى مكانه. لا، الواحد المكان اللي تربى فيه وعاش فيه أيضا، وربما أملاكه ومنازله وهكذا يعني. نعم. طيب إيش اللي تتمنى الآن على السريع محمد؟ يعني أنا اللي أتمنيته وإن شاء الله الأمنية قادمة بإذن الله تعالى، أن في مخطط جديد قادم، وهذه أمنيتنا جميعا، وخاصة أخواننا وأهلنا في وادي عدي الآن. يعني لحين ما يتم هذا، إيش اللي تتمنى على السريع؟ أنا أتمنى حقيقة يعني يعني إنه تكون هناك يعني وقفة أكثر جدار من كل الجهات، وقفة من شرطة عمان السلطانية، من القوى العاملة، من البلدية، من الإسكان. طيب. هو يعني هناك يكون نوع من التعاون المشترك بينهم. الوقفة الثانية أو النقطة الثانية، تفضل. والنقطة الثانية إن تشكيل لجان متابعة، تشكيل لجان مع عضو أعضاء مجلس البلدي. طيب. حتى يكون إن نلاحظ شيء تغير حقيقي. طيب. يعني هذا الكلام نحن نسمعه من فترة طويلة دون أن يكون أي تغيير. أنا ذكرت إن ما نرجع للموضوع. أنا عندي بس لفتة على قضية الصرف الصحي. إيه؟ ما هي قضية البلاط وغيره؟ هناك إشكاليات كبيرة جدا، ولولا ضيق الوقت يعني حقيقة قضايا كبيرة جدا، يعني خزانات الصرف الصحي داخل البيوت. هذه قضية كبيرة. يسمعون الأخوان يعني الآن، يسمعون الأخوان. وأنا أتمنى يعني ليش أنا أقول إن الآن يجب إن المسألة تتغير من خلال تشكيل لجان متابعة. يجب أن يسأل حقيقة، تسأل المسألة فيها مساءلة، إن المسألة اللي يبدأ فيه شيء لازم يكمل. بالضبط. إذا ما اكتمل راح المسألة تكون يعني أكثر سوءا
وتتفاقم هنا في المجتمع. يعني المنطقة تصدع من الداخل، يعني ضيق تعب شديد جدا من خلال المشكلات الموجودة. وضح محمد، وضح محمد، وضح محمد، وضح. وأتمنى يكون رقمك موجود معنا، وعدونا الأخوان في حياة في حلقة قادمة، وأوعدكم إن شاء الله ستكون متابعة لهذا الموضوع من جديد بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاثة، لكن ما نرجع لهذا الموضوع ومنشوف ومنجلس على هذه الطاولة ومنشوف إيش اللي تم خلال الشهرين أو ثلاثة شهور. شكرا محمد، شكرا جزيلا لك. الآن محتاج إلى وقفة، محتاج إلى تشكيل لجان ويتكلم عن الصرف الصحي. وإخواننا متابعينا مقدم خميس على السريع، وفيما بعد أيضا سات سالم، مريحينك اليوم إحنا سات سالم البادي، مريحينك خالد. جزاك الله خير، تفضل. ثق تماما بأنه، ويثق الأخ المتصل الكريم بأنه الشرطة والقوى العاملة على اتصال وارتباط وثيق يعني في بالنسبة لمسائل مكافحة. إيش اللي بيتم خلال هذه الأيام قبل المخطط الجديد؟ لأن أتمنى أن يكون موجود على والله الوقع. الآن اللي بيتم وبيتم، إحنا مستمرين في العملية المداهمات النوعية، سواء كان الوقتية للعمليات العامة بالتنسيق مع الأخوة مع القوى العاملة، مستمرين. قريبين أنتم من الناس اللي هناك موجودين؟ قريبين كثير. شركوهم معكم؟ طبعا يعني هم شركاء. أتمنى أخصال حزور المكتب، ما في مشكلة. ممتاز، جميل. رقم موجود الآن، أخذت رقم صالح. أهلا وسهلا، رقم صالح العريمي أو الأخ محمد، ناس يعني رائعة ويستحقوا أن حد يوقف معهم. أهلا وسهلا فيهم، نحن مستعد نستمع لهم ونأخذ آراءهم. ممتاز. في دقيقة السالم نؤكد أخي خالد بأن التنسيق والتعاون قائم بين وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية والإدعاء العام والجهات أيضا الأخرى في هذا الجانب. نعم. التفتيش يشمل كافة محافظات السلطنة بما فيها محافظة مسقط وتحديدا وادي عدي وغيرها من جهات. وزارة القوى العاملة لن تتردد في ضبط أي عامل مخالف في هذا الجانب، وأيضا ندعو أصحاب الأعمال إلى تشغيل عمالهم في المهن المرخص لهم بها، وكذلك عند انتهاء أعمال المشاريع القائمة لديهم إعادة عمالهم إلى بلدانهم. انتهى بعد الوقت، لكن نتمنى بعد هذه الحلقة تكون خطة جديدة مختلفة لوزارة القوى والشرطة والجهات الأخرى. لحين ما نجلس على في 20 ثانية، لأن في نشرة أخبار. أنا بس فقط أنه أكد أطلع من الموضوع هذا مع الوادي عدي السريع، على السريع أنه الحالة الجوية ننتبه لها بشكل جيد. ممتاز. عدم الخروج في إذا كان ما في داعي للخروج، يعني كذا عدم التعرض للأودية، مجال الأودية. انتهى الوقت، وأتمنى المتابعة للجهات المعنية. شكرا جزيلا، هذه أجمل تحية من فريق البرنامج تماظر الوهابية، خالد الحجري، عبدالله البلوشي، أنس المشيفري، تحياتي أنا خالد زجالي، وتحيات المخرج خالد أولى الثاني، وتحية المقدم خميس الغافري قيادة محافظة مسقط شرطة عمان السلطانية، والأستاذ سالم البادي مدير عام الرعاية العمالية وزارة القوى العاملة. وحلقتنا بكرة حول ترشح لمجلس الشورى. شكرا لكم، عمان أمانة فحافظ عليها، وكن دائما مع والبنا، في أمان الله.